شكون كان فينا يتوقع فيروس كورونا؟ فما علماء وخبراء تنبؤوا انه باش يصير وباء والا جائحه عالميه، لكن عامة الناس تعيش بصفه عاديه ومش باش تصدق شنو باش يصير الا ما ترى الشيء بعينها، واحيانا حتى اذا كان يراو كوارث عالميه وما يصدقوش، لانه ديجا الانسان بطبيعته يرفض بصفه لا اراديه اي حاجه خارجه على المالوف وعلى النورمال والا اي حاجه استنسناها، سواء كانت حاجه باهيه والا حاجه خايبه. هذاك علاش نحن نعيشوا في عالم مخيف، في اسرار وخبايا ما نشلقوا بيهم ولا ما نحلبوا بيهم الا ما تصير الكارثه. والعالم المخيف اللي باش نحكيوا عليه اليوم مش الانترنت العاديه اللي تعرفوها انتوما، ومش حتى الانترنت العميق، لهنا باش نحكيوا على الدارك ويب. ديجا عملنا ايبيزود على الديب ويب وعلى الدارك ويب، تلقى اليوم تاعهم في الديسكريبسيون ومين حكينا عليها بفاسون جينيرال. هنا تتسائلوا شنو الفرق ما بين الدارك ويب والديب ويب. الديب ويب يخدم نفس طريقه الانترنت، هو ديجا جزء من الانترنت، فيه عدد كبير ياسر من المواقع، اكبر برشا من المواقع الموجوده على الانترنت، لكن المواقع هذه ماشي مربوطه بمحركات البحث كيف جوجل ياهو ولا غيره. يعني بصفه اخرى اذا كان ما عندكش اليوم تاع السيت والا عنوان الموقع ما تنجمش تدخل. شركه برايت بلانيت تقول في دراسه لها انه الديب ويب يوصل الحجم نتاعو اكثر من 500 مره الانترنت العاديه. فما زاد شكون يقول انه الديب ويب ما يمكنش ان نحسبوا الحجم نتاعو، ما نعرفوش بالضبط قداش الكبر نتاعو، وانه مثل اكثر من 90% من محتوى انترنت. يعني الانترنت اللي نعرفوها نحن الكل متمثل الا 10%. اكاو، لكن هنا الدارك ويب يعتمد على تكنولوجيا مختلفه من الانترنت. ميم سي لازمك انترنت باش نجم تكسيدي للدارك ويب، لكن السؤال الاول والمطروح لهنا، منين جانا الدارك ويب وكيفاش يخدم؟ عام 1969 تم تصميم شركة ار بلانيت قبل ما تتواجد انترنت. فضل الشركة هذية او الكلمة يتم ارسالها في تاريخ البشرية هي نهار 29 اكتوبر 1969، اللي هي كلمة لوجين، وكانت ما بين زوج جامعات امريكية. وعام 1971 يتم انشاء اول زوج ايميلز، وهذا الكل صار وقت الحرب الباردة ما بين امريكا والاتحاد السوفيتي. الهدف كان من العملية هذه انه كان محافظ على الاتصال بين مراكز الجيش الامريكي، وحتى اذا كان وقع هجوم نووي على البلاد. يعني من مميزات الحكاية هذي حتى اذا كان الاتصال ينقطع على شركة ار بلانيت بصفة تلقائية يرجع الاتصال، لكن لهنا الاتصال يكون بصفة مشفرة، معناتها ما تنجمش تراقبه ولا تتجسس عليه. عام 1974 بدأت تكنولوجيات جديدة بالظهور، قاعدة تحسن من الشبكة هذي، قاعدة تتطور فيها حتى عام 1990، هنا وين ظهرت انترنت. نجم تقول طريقة العمل متاع شبكات دارك نت هي نفس طريقة عمل ار بلانيت. هنا ما نجموش نحكيو على الدارك نت من غير ما نحكيو على تور. شنو هذايا تور؟ تور هي اكثر طريقه معروفه باش تدخل بها على الدارك نت، وهو عباره على نافيغاتور اللوجو نتاعو بصله، واغلب المستعملين نتاعو يستخدموه باش يدخلوا المواقع ممنوعه في البلدان نتاعهم كيما الصين اللي مانعه فيسبوك وتويتر. ديفلوباتور عام 2000 وصنعته قوات الجيش الامريكي. حاليا فيه حسب التقريب 2 ملايين مستخدم يوميا بيستعملوه باش يدخلوا عليه بصفه مجهوله، بطريقه يتخلصوا منها من الرقابه ولا من التجسس من اي كان. لكن هنا خلينا نوضح لكم حاجه مهمه، خاطر اغلبيه الناس ما يعرفوش انترنت كيفاش تخدم. كيما حكينا المره اللي فاتت على الرقابه ولا السيرفيلانس، انصحكم انكم تعملوا طلب في الديسكريبشن وتفرجوا فيها قبل ما تكملوا الابيزود. كي تدخل على انترنت واذا كنت تطلب الموقع الازرق مثلا، هنا الهيستوريك نتاعك يتسجل، ولازمك تمشي النافيغاتور نتاعك باش تنجم تفسخ الهيستوريك باش ما يحل بك حد. لكن اللي ما تعرفوش اللي الفورنيسور انترنت نتاعك يقدر يسجل الهيستوريك نتاعك وانت ما تنجمش تفسخ. هنا نلقاو المواقع اللي يتم منعها والمراقبه نتاعها. اتي هي وكاله الانترنت التونسيه، تراقب وتتحكم في الابحار نتاعك، في النافيغاسيون نتاعك، بكل شيء مكشوف. ولهنا باش تسمعوا بحكايه غريبه صارت في تونس. 26 جويليا 2018، فما واحد تونسي اسمه سرحان اكتشف انه مزود انترنت في تونس يحط في دي بيبليسيتي ولا في اشهارات في كل مواقع تزورها، وهذا مخالف للقانون عن طريق سكريبت. هنا المزود على الانترنت نتاعك يقدر يشوف كل شيء عليك انت. اي نعم، كل شيء، يقدر يسجل ويسكر مواقع اللي يحب عليهم هما، ويبدل حتى محتوى لمساج نتاعك، وما خفي كان اعظم. وبتباع بعد ساعات من كشف الثغره هذيا، المزود هذايا اوقف العمليه نتاعو. باش تعرفوا شكون المزود هذايا تلقاو اللينك في الديسكريبسيون. لهنا كيفاش تخدم دارك نت؟ دارك نت لهنا متكون من عقد، يعني دينو، كل مساج تبعثه لكل رساله يتعدى بنوع معين. هذاك علاش الموضوع معقد ياسر. في كل عقده ولا في كل نوع يتم تشفير الرساله، يعني بريسك مش صعيب ولا شبه مستحيل انك باش تعرف محتوى الرسالة
الرساله هذيك بالطريقه هذه ما عادش تنجم تراقب المستخدمين نتاع الشبكه هذه، خاطر الرساله هذه تمر باكثر من 2 ولا حتى من 3 عقد، وبعد مده قصيره تتبدل العقد. ولهنا باش نفهموا حاجه مهمه، كل واحد لهنا متصل بشبكه انترنت عنده عنوان، العنوان هذا بما يسمى ادريس اي بي، وطريقه لهنا مراقبه الحريف تكون عن طريق مراقبه الادريس اي بي نتاعو. على سبيل المثال 41.1.1 والا 192 الخ، يعني ناخذ على سبيل المثال السيد الادريس اي بي نتاعو 192 دخل الموقع الازرق، لكن لهنا باش فورنيسور انترنت نتاعك ما يعرفكش انت دخلت الموقع الازرق، لهنا تطلب عقده من الدارك نت، العقده لهنا اللي توصلك للموقع اللي طلبته. وبما انه الطلب هذا مشفر، لهنا المزود نتاعك ولا الفورنيسور نتاعك اللي قاعد يراقب فيك يعرف كاين حاجه واحده، اللي انت طلبت عقده من الدارك نت. علاش، كيفاش، وقتاش، وين ماشي، هذيك الحاجه اللي هو يجهلها. والحاجه الاخرى الباهيه انه الموقع الازرق هذا ما يعرفش شكون طلبه في المقابل، كما قلنا لكم اكثر من 2 ملايين بشر قاعد يستعمل في العقد هذه من دارك نت، ومنهم الناشطين والمعارضين السياسيين، خاصة اللي عندهم حد من الحريات في بلدانهم. هما فئة أخرى قاعد تستعمل فيه في أغراض غير قانونية وممنوعة، كما الدخول على موقع سيلك رود. هنا ما نجموش نحكيو على دارك نت من غير ما نحكيو على السيت هذا. السيلك رود يا سيدي بن سيدي هو عبارة البلاك ماركت، وإلا بالأحرى المارشي نوار تاع الدارك نت. تصور أنت هنا ولا تخيل مارشي نوار موجود في الدارك نت، شنو ينجم يبيع؟ لهنا البايع والشاري زوز مجهولين، والسلعة الموجودة هي أي حاجة ممنوعة على الكرة الأرضية. لكن عام 2013 تم غلقه من طرف FBI، لكن تم غلقه مرة أخرى عام 2014 وعام 2017. مخدرات، سلاح، سيرفيس دو بيراتاج، أوراق مزيفة، يوصلوا حتى للقتل. يعني إذا كانك أنت عندك عبد مقلقك في حياتك تنجم توكل عليه شكون يمشي يقضي عليه، هذاك بينسور يكون بمقابل، وإذا كان ما تكملش تخلص السيد هذاك في المقابل ينجم يقضي حتى عليك أنت. لكن فما حاجة غريبة شوية، أنه في الموقع هذا يمنع أنك تبيع الحسابات البنكية المسروقة الا البيدو بورنوغرافي. هنا مش نقول لكم كيف تصير العمليات بالضبط على الموقع، لكن اجابه واحده على السؤال نتاعكم، الموقع هذايا واسطه في عمليه البيع والشراء، وديجا حتى في حد ذاتها المواقع هذه مش سهله حتى الدخول لها، ومش مفتوحه للجميع، نجموا يدخلوا لها الا فئه قليله على الاخر من العباد، والله اعلم شو موجود اكثر من مواقع موجوده في الدارك نت، منظمات سريه، مش نحكي هنا على الريد روم ولا المانكي روم ولا غيره. لهنا خليت برشا كومنتارات نتاعكم المره اللي فاتت، وان جينيرال برشا عباد تقول انا ما عندي ما نخبي، ما عنديش علاش نخاف، يعني هذا الكل ما يعنينيش. لهنا خليني نقول لكم حاجه، والبليتو نسالكم سؤال، علاش نحطوا في ريدوات على شبابكنا؟ يعني مش بالضروره باش نعملوا حاجه ممنوعه ولا خارجه على القانون. الحاجات الطبيعيه نتاع الانسان انه ساعات يحب يقعد وحده وما يراح حد ويعمل اللي يحب عليه. لهنا عدم مراقبتك انت حق من حقوقك. اون بلوس خنزيدك المعلوماتك انك تستخدم الدارك نت ما تتسميش حاجه خارجه على القانون، وهذا كل اللي نحكي فيه. علاش؟ خاطر من اهم العباد اللي تدعم في مشروع توري هو النافيكاتور اللي تاكسيدي بيه للدارك ويب هي وزاره الخارجيه الامريكيه الديمقراطيه، برشا منظمات عالميه اخرى نذكر منها منظمه حقوق الانسان. اما ماي بيرسونال اوبينيون ولا نصيحه اللي نقولها لكم، ما غير ما تحاولوا تدخلوا للدارك ويب ولا الديب ويب ولا غيره، خليكم على انترنت، عيشوا على يوتيوب وعلى جوجل وعلى غيره. في النهايه نقول لكم التكنولوجيا في العشرين والثلاثين سنه الاخيره تطورت بصفه كبيره وسريعه ياسر، بحيث الناس العاديين اللي كيفي وكيفكم ما يحلبوش تأثير التكنولوجيا على حياتنا، يعني بطريقة انديريكت فين تقدر توصل للرقابة والتأثير على العباد. وصلت التكنولوجيا أثرت حتى على حياة الناس بطريقة إن هما بيدهم عشان نجموا يستغناوا عليها، طريقة زادة تنجم تتحكم فيهم وفي حياتهم. لكن هنا ما تخليش مجال للشك إنه التكنولوجيا فيها أسرار وميستير كبير ياسر، أكبر من عقولنا المستهلكة والبسيطة. يعني لهنا أي عبد يشجعك وإلا يقول لك ما تصدق حاجة إلا ما تراها، وإلا راه هذا كل كذب ولا خزعبلات ما فهمش منه، وإلا كل حكايات فارغة نجم تكون داخل منا خارج منا. ما ننصحكم تسمعوا كلام العبد هذايا، على خاطر وقت اللي تصير الكارثة قول آه يا ليتني. وهكا قدامك إنترنت تنجم تعوم وتبحر وتلوج وحدك وتعرف الحقيقة بالحاجة الغالطة، وتعرف بالرسمي شنو موجود وشنو مش موجود. وربي يميز الإنسان على الحيوان بمخه، يعني تنجم تتخيل وتنجم تخمم وتنجم تخرج بنتيجة غير ما تسمع كلام مستهلك إلا لا عنده لا راس لا ساس من عند عباد مش فاهمة والو. فلهنا وصلنا لآخر فيديو يا جماعة، جيسبر عجبتكم الفيديو هذا، وحطوا لي في لي كومنتير شنو رأيكم في الحلقة هذه، وحطوا لي زادة دي كومنتير على شنو تحبوها الفيديوهات الجايين، على شنو تحبوا المواضيع معناتها تاع الفيديوهات الجاية. شو سم سبورت جايز، خلينا نخلطوا 10,000 لايك وحتى 15,000 لايك، قريب نخلطوا 200,000، سو الناس كل تفرج على السبسكرايب بتن، اند سي يو جايز نيكست فيديو، باي باي.